كل من هو مشتبه ومتورط بسبب دماء الليبيين تم ازاله المبنى بتاعه منه. الحكمه بتاع الكلمه او حكمه هذا التصرف لمنع ان يكون هناك اولا للصحه ولياء الدم ولضمان عدم مرضهم مستقبلا في اي امر اخر. الدوله نهايه الموضوع وهذا محافظه على اللحمه الاجتماعيه في ليبيا. ولكن انا نسيت في اثار اي كلب ساهم او قام بعمل اجرام ضد الليبيين. الله اكبر 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 الله اكبر.